يعني لازم نبارك له، اكيد لازم نبارك لرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد المهندس هشام نصر، مساء الخير والف الف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، مبروك علينا كلنا وكل الاعزاء اللي قدام حضرتك، وانت من ضمنهم برضو يعني، مبروك عليك اكيد جوه الاسره بالذات اللي حصلت اللي فاتت. ربنا يكرمك يا كابتن هشام، بنبارك لك بطوله من داخل الاراضي التونسيه الاشقاء، لكن كانت بطوله صعبه جدا واول فوز لمنتخب مصري داخل الاراضي التونسيه. الحمد لله، توفيق من ربنا. يعني اصعب محطه في الخطه اللي محطوطه لحد 2021 كانت المحطه ديت، لان النتائج اللي حصلنا عليها نتيجه الفوز ده كتيره جدا ما يحسهاش الا الناس القريبين من الهاندبول. البطوله دي باربع بطولات، اولا احنا كسبنا تونس لاول مره في التاريخ على ارضها، تمام. وانا دايما كنت بقول للمنتخب ده هتبقى انتوا الجيل اللي كسب تونس في تونس، وده هيفضل لكم في التاريخ. دي حقيقه، وانا كنت بقول لهم الكلام ده من قبل ما نسافر. فعلا الحمد لله يعني كان عندي ثقه فيهم وعندي شعور ان احنا هنكسب. طبعا القلق كان بيبقى موجود، في واحد قدام حضرتك اسمه محمد شوقي كده، في سر بيني وبينه دايما قبل اي بطوله. ايه السر يا دكتور؟ ايه السر يا باشمهندس؟ لا مش هسيبك، قول لي ايه السر علشان نعرف بس اسرار برضو منك يعني. على فكره احد اسرار اسلحه الاتحاد المصري لكره اليد هذا الرجل، دي حقيقه، ذو الاخلاق العاليه والعلم الغزير والتواضع الجم، يعني بصراحه اشكره قدام حضرتك وقدام الناس كلها. طبعا مش هنسى المدربين الواعدين الصاعدين اللي احنا يعني هيبقى عليهم حبل مستقبلي كبير جدا. دي حقيقة. سامعني ولا لا؟ الرجاله اللي على يميني، اللي على يميني. كابتن عارف غراني واكيد كابتن عزيز زكي عليهم حبل كبير في المرحله اللي جايه. كل المجموعه دي احنا كلنا اخوات، وانا بعزهم جدا وبقدرهم جدا. واهم حاجه عندنا كلنا وهم فاهمين الكلام ده كويس، العمل الجماعي، التفاني، التواضع، الاخلاص، ده سر كبير في الاتحاد المصري لكره القدم. بصراحه شديده الخطه اللي ماشي بيها الاتحاد المصري من اول ما بدا، استمرارا اكيد للاتحادات السابقه، لكن الخطه بتسير بخطى ثابته ما شاء الله ما شاء الله. لكن الطموح اللي عندنا كشعب مصري وجمهور واسره كره يد، انت بتودينا في حته تانية، على ميداليه اولمبيه، على ميداليه في كاس عالم، ما شاء الله. الاعداد اللي جاي، السنه اللي جايه، الحمل عليك بقى تقيل قوي. احنا وانا شخصيا يعني بصفه عامه ما بحبش احلم وانا كده طاير في الهواء، انا بحب احلم واقول طموحات وانا رجلي ثابته على الارض. بس احنا رجلينا ثابته يا باشمهندس بصراحه، ما شاء الله انت ثبتت يعني رجلينا خلاص. احنا ماشيين بخطى ثابته فعلا وعندنا طموحات كويسه. لكن طبعا انت لعبت رياضه واكيد فاهم ان ما حدش بيقول انا هخش اخد البطوله دي يبقى هياخدها وخلاص. بيبقى امله وطموح ان هو ياخدها، لكن لازم علشان تحقق كده لازم تبذل مجهود كبير جدا، لازم تعرف المستويات اللي حواليك، لازم تحافظ على مستوى لعبتك، انتقاء المدربين والاداريين والاجهزه المعاونه ده عامل مهم جدا، وبنتوكل على الله والتوفيق في الملعب ده من ربنا سبحانه وتعالى. اكيد كلنا نتمنى التوفيق لمنتخب بلدنا، واكيد نفسنا نكون متواجدين في مكان تاني في البطوله الاولمبيه اللي جايه او دوره الالعاب الاولمبيه او كاس العالم في مصر. وانا عارف الطموح عندك شكله لا يعني ايه مش بيهدى، طموح لاخر درجه، ان شاء الله هنوصل، وان شاء الله برضو نبارك لك وتشرفنا ونبارك لك برضو على الهواء، ونقول لك الف مبروك على البطولات اللي جايه. لكن خلينا نقول برضو حاجه مهمه للعيبه، اخبار الفلوس ايه؟ يعني خلينا بقى نخرج شويه من اجواء الكلام اللي هي ايه يعني، انت عارف المكافئات برضو اللعيبه دي تعبت، ويعني هتقول ايه بقى؟ والله معالي الوزير وعدهم في المطار بمكافاه استثنائيه ما شاء الله. لان انا ما كملتلكش كابتن خالد ايه فوائد البطوله دي. اتفضل يا باشمهندس. احنا طلعنا الاولمبياد مباشره، تمام. كسبنا بطوله افريقيا ثلاثة، كسبنا تونس لاول مره في تونس كده، ثلاث اهداف ان شاء الله هنبقى على راس المجموعه احدى المجموعات في كاس العالم 2021. دي مهمة جدا، ميزة كبيرة انت تعلمها طبعا طبعا، بتحطك
وضع كويس قدام قدام الفرق الاخرى يعني، فكانت فوائدها كبيره جدا يعني. ما شاء الله، اكيد فوائد كثيره. المكافآت بقى الفلوس، الانجازات دي كلها معالي الوزير يعني وعد بمكافاه استثنائيه، ومنتظرين بقى الاحباء والمشجعين الاخرين وحسك معانا، الاعلام معانا بقى ان هو يساعدنا في الموضوع ده. بص انا مش يعني مش عايز اخدك في حته الاعلام، انا عارف بصراحه شديده انا اللي بتكلم، ان الاعلام المصري في الدور اللي فات اللعيبه، انا بقول لكم او الاتحاد او كلام عليه سبوت اكتر من كده، اعتقد من هنا بقول ان السنه دي سنه 2020 نتمناها كره يد خالصه تماما، لان كاس العالم عندنا في مصر، فاكيد الموضوع لازم يختلف. يا ريت العام ده يسمى بعام كره اليد، ولا ايه رايك يا باشمهندس؟ طبعا طبعا يا ريت. احنا مش عايز اقول لك يا كابتن خالد، احنا زعلانين جدا من الاعلام المصري. انت عاجبني صراحتك بقى، اتفضل. ليه؟ فضل. الاساس في الموضوع انك تسندني وتعمل لي سبورت علشان اكسب. بالظبط. عشان احقق الهدف. مش تفضل سايب لي ما احقق الهدف واقول لك تعالى. وبعدين تيجي تتصور معايا. ايه ده؟ صح. ماشي الموضوع ده. بس في نقطة عايز اقول لك عليها بعد اذنك، طبعا مش متحيزا لخالد العودي او تحيزا لقناة الاهلي، اعتقد ان احنا في قناة الاهلي بنغطي دايما اخبار منتخب مصر في كل مكان، وبنغطي الاتحاد المصري بصفة كبيرة الحمد لله، اللي نقدر عليه بنقدر نعمله مع الاتحاد المصري لكرة اليد، لان كدور من ادوار قناة الاهلي. حتى سيبه الماتش الفاينل بس. الماتش الفاينل. قناة كابتن، انت طبعا اكيد بتتكلم عن ماتش الفاينل، واكيد احنا دورنا. انا عايز اسال كابتن خالد حاجة واحدة. اتفضل يا كابتن. كبزنس بقى، اتفضل. وانت حضرتك بتفهم في الموضوع ده كويس. تمام. كانوا دايما يقولوا لنا زمان الهاندبول مش سلعه تسويقيه لسه ما حدش يعرفها وبتاع، فانا مش معقول اكلف نفسي ان انا ازيع المباراه واخسر فيها ماديا. مظبوط. هل تقدر تقول الكلام ده دلوقتي؟ مستحيل. يعني بقى مع الشعب المصري كله بيتفرج على الهاندبول، دي حقيقة. ما تقدرش تذيع السيمي فاينل والفاينل بعد ما تشتريه وتكسب من وراه ملايين اعلانات، الناس اللي مستنيه دي كلها تتفرج على الهاندبول، عايز تقنعني ان انت مش هتكسب ماديا؟ سيبك بقى من الفايده بتاعت انبساط الشعب المصري ومتابعته الكره، دي مهمه قوي بصراحه، دي برضو مهمه 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 يا باشمهندس. لكن هيكسب ماديا، انا على يقين انه كان هيكسب ماديا، لكن ولا قناه ولا حد ما يعني صعبه شويه، صعبه شويه. بقى على لساني انا، يا ريت تسمع بقى اللعيبه كمان بيقولوا ايه في الموضوع ده. ما انا مش عايز ادخل لعيبه في الموضوع، خلينا انا وانت اللي نتكلم، بلاش لعيبه تخش طرف في الموضوع. اكيد اكيد في المرحله اللي جايه، انا عارف ان شاء الله اكيد الاعلام المصري هيهتم، لكن برضو من تاني بالنادي انا وحضرتك من خلال اسره كره اليد ومن خلال قناه الاهلي بنقول ان ان شاء الله نسمى عام لكره اليد المصريه، لان فعلا انجازات كره اليد في اخر سنه بالذات يعني انجازات قويه جدا على مستوى الشباب والناشئين وفريق الكبار، انجازات فعلا مشرفه. نتمنى السبورت، نتمنى اذاعه المباريات كلها، نتمنى حاجات كتيره، هنساعد بعض وان شاء الله توصل لاعلى هدف باذن الله يا باشمهندس. ان شاء الله. شكرا يا كابتن، شرفتنا ونورتنا، والف مليون مبروك.